السلام عليكم. مولاي عبد الله أو موسم مولاي عبد الله في دورته الحالية 2023 عرف واحد الكثافة ديال الزوار تناهز 3 ملايين وأكثر، بحيث أن المنظمين ديال هذا المهرجان في الندوة الصحفية اللي تنظمت قبله 15 يوم أكدوا على أن الدورة السابقة في 2022 فاق عدد الزوار 3 ملايين نسمة، أكثر من 1600 فارس. هذا العام متوقع يكون 4 مليون ومشي بعيد. عدد السربات ديال الخيل اللي كاينين 115 حسبوا فيها 2000 فارس. ومعروف أن مولاي عبد الله أهم رياضة فيه وهواية اللي كيستقطب الناس هي الفروسية أو التبوريدة، ولكن إلى جانبها كاين رياضة أخرى جميلة وهواية أخرى جميلة كتمارس فقط في إقليم دكالة وبالضبط في قبيلة القواسم في ولاد فرج. هذه الرياضة هي الصيد بالطير الحر أو الصقر، بحيث معروف على هذه القبيلة ولعهم بالصيد بالطير الحر وتوارثها أبا عن جد لقرون إن شئنا التعبير. وقد اهتم الملوك العلويون بهذه الرياضة منذ مولاي الحسن الأول إلى عهد الملك محمد السادس نصره الله. وفي عهد الحسن الثاني طيب الله تعالاه أصدر تعليمات دياله باش تطبع واحد طابع بريدي تنبر كيحمل الصورة ديال الصقر تكريما لهذه الريادة هذه. وهاد القواسم نعموا عليهم السلاطين العلويين بعدد كبير من الضهائر. وسبق لي نشرت في كتابي الجديدة بين الأمس واليوم واحد الورقة مستفيضة عن ريادة الصيد بالطير الحر، إحالة على الدكتور عبد الهادي التازي، حيث كتب إن المناطق التي انتشرت فيها هواية الصيد بالطير الحر على رأسها فخدة القواسم بقبيلة دكالة معرفا إياها، ونقصد بالقواسم هنا أصحاب سيدي إسماعيل بوشربيل، وقواسم ولاد فرج أصحاب زاوية الولي الصالح سيدي علي ابن أبي القاسم تلميذ الشيخ أبي النيار من بني أمغار صاحب رباط طيط، حيث يوجد ضريح مولاي عبد الله أمغار الذي تقام به المواسم الشعبية في صيف كل سنة. إذن هذه القواسم اللي كانت تكلموا عليهم في ولاد فرج، هذاك الشريف تما القاسمي اللي كيغنيوا عليه مولاي الطاهر القاسمي راه ماشي جدهم، ماشي هو المعني بالأمر. علاش؟ لأن هذاك الشريف ما كيولدش، ما عندوش الولاد ديالو، والدليل في الأغنية ديال مولاي الطاهر القاسمي وين وليد وين بنيي قعد وسادي، لأنه عمره ما ولد. أما جدهم هاد القواسم اللي هو علي بن أبي القاسم تلميذ الشيخ أبي النيار، أبي النيار هو سيدي بن نور، قرأ على مولاي عبد الله وهو قرأ عليه، يعني شي قرأ عليه شي، موجود في مراكش، الضريح ديالو موجود في مراكش. دونك ولادو أو الحفادة ديالو اللي هما في القواسم ديال الفرج هما اللي منتشرين وهما اللي معطياهم هاد الهواية ديال الصيد بالطير الحر بواحد الشكل خرافي. وكيقول السي الدكتور عبد الهادي التازي تحدث عن تشجيع الملوك والحكام لهم باعتبارهم يتحكمون في الطير، ولديهم مراسيم ملكية تؤكد أن السلطان مولاي الحسن الأول كان يعفي المرابطين مقدمي القواسم من أداء الواجبات نظرا لكونهم يصرفون الأموال لضغائفهم وفقرائهم وفقراء زويتهم، وقد كان هذا الإعفاء على ما يبدو بمثابة تعويض عما يصرفونه من نفقات في تربية تلك القصور ورعايتها. وحمل الظهير الحسني نسبة لمولاي الحسن الأول تاريخ 6 شعبان 1302 موافق 21885. وبالفعل حين محاورتي لبعض الشرفاء القواسم هاد خلال مولاي عبد الله غير البارح أكدوا لي أن التغذية ديال الطير كتكلف الشيء الكثير، فهو خاصو كل نهار حمامة أو كل يومين حمامة أو الحجل، والحمام راه ماشي ساهل باش يتباع يوميا الى اخره، زياده على المياه زياده على الادويه اللي كيديروه كيرشوه بها باش ما يجيش الناموس الى اخره او الجربه او الى اخره، فالطير مكلف. فنظرا للتكلفه الماليه لهذا الذاك فهم مولاي الحسن الاول من الضرائب، ولا ونفس الشيء فعله بقيه الملوك العلويون. ومن بين السلاطين
اللي صدروا ظهائر في حق القواسم السلطان مولاي عبد الحفيظ يجدد في القواسم ما كان أقره مولاي الحسن بتاريخ 2 فبراير 1910، وآخر يعني ظهير آخر للمغفور لا محمد الخامس موقع من طرف وزير التاج السيد المختار السوسي، هذا نصه، ويجدد فيه للمرابطين آل سيد إسماعيل القاسمي المقيمين بقميلة الدكالة ما بأيديهم من ظهائر أسلافنا الكرام أقررناهم على ما تضمنته من التوقير والاحترام، وقد صدر به أمرنا المعتز بالله في 12 جمادى الثاني 1380 موافق فاتح دجنبر 1960. وختم الدكتور عبد الهادي التازي عرضه بتساؤل إيجابي قائلا: وهل هناك دلالة على اعتزاز المملكة المغربية بهذه الهواية أكثر من اهتمام جلالة الملك الحسن الثاني بإصدار طوابع بريدية تعبر عن ممارسة هذه الرياضة متوارثة منذ القدم؟ إذن القواسم هادو صرفة، وهذه الهواية هواية شريفة، حتى الطائر حد ذاته طائر شريف ومعتز، ما كياكلش الجيفة، فمن اللي كيطيح الحمامة كيقتلها بالمخلب ديالو، ولكن ما كياكلش حتى كيجي البياز اللي هو المرود ديالو، هذيك الساعة ما يخلى لي كاملة ياكلها أو يعطيه طرف منها أو يحيدها ويعطيه طرف تاع اللحم. وخلال مولاي عبد الله في الدورة هذه الحالية 2023 دار واحد مجموعة من البياز الشرفاء القواسم، داروا عرض أمام الجمهور في المحرك بحيث طلقوا الحمامة للطير، وفعلا كيطير وسط ذيك الآلاف المؤلفة ديال الجمهور، وكيسمع الصيحة ديال مولاه وكيشد الحمامة وكيجيب كيجتمع لها حتى كيجي مولاه وما كياكلهاش حتى كياخذ الإذن منه. إذن هذه بعض المعلومات البسيطة جدا. غادي نخليكم مع هذا الحوار اللي جريته مع بعض رجال القواسم في موسم مولاي عبد الله حاليا، واللي وهاد الرجال هادو فيهم الشباب والكهول والشيوخ، وتبارك الله كلهم يعشقون هذه الهواية ويعشقون الطير الحر، وكيكونوا مع واحد الألفة حميمية كأنه أخوه. غادي نخليكم تتابعوا هذا الحوار وفرجة ممتعة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اسم كريم الشريف. مصطفى العناية. ابن من أحمد بن سعيد. من دوار العتامنة ولاد فرج. ولاد فرج. وقتاش تعطيتي لهذه الهواية ديال الصيد الطير؟ ولد عمي من اللي حليت عيني أنا دري صغير، غنقول في الخمسينات الستينات بزاف. شحال كان في عمرك هذيك الساعة؟ كان في عمري نقول لك ديك 16 سنة 15 سنة. أنا بغيت نعرف علاش بالضبط القواسم اللي معطيهم هذه في المغرب كامل. الدكالة أولاد فرج هما يبقى محافظين عليها. هما يبقى محافظين على هذه الهواية. من غير ما كاينش. ما كانوش كيحبوها. ما كاينش ليها. ما كاينش اللي ما يحبوها ولا ما يحبوهاش. ما كاينش. هذه الهواية تيحبوها دكالة في دكالة بخاصة. باين كيجوا عندكم الخليجيين. ضروري. تيجوا عندنا الخليجيين وتيتفرجوا معنا، وملي تيبغيو يديروا شي مهرجان تيغوتوا علينا تندوزوا معاهم داك المهرجان وتيفرحوا بينا حتى هما تيتهلاو فينا مزيان. عارفين كنحبوا. شكون الدولة بالضبط؟ دولة قطر. الإمارات والإمارات والسعودية وقطر. هاي هادو ثلاثة تيدعمونا. عارفين كنحبوا هاد الهواء وكنحبوا. عندك شي وليدات كيديروا هاد الشيء؟ أما خشاج. هاد الولد من هنا؟ هذاك ولد هذا واحد راجل مزفر. سميتك أول؟ نور الدين العرجون. نور الدين العرجون. انت كدير هذه الهوايه؟ تيمارس الهوايه. تيمارس الهوايه. ديت فيها. وشحال دابا انت كدير؟ شي عامين دابا. عامين؟ اه. وشنو الفائده اللي كتستافد منها؟ شنو كاين؟ شنو كتعجبك؟ كنتفرج مع الطير ملي كنصيدو به. دابا الطير ملي كيجيب لك الطريده كياكلها ولا لا؟ كنخليو ياكل منها وكنلموها حتى حنا كنستافدو معاها حتى حنا كنطيبوها. شنو نوع الطرائد اللي كيصيد؟ كرزيط، حجل. اه. والحمام راه كيطول يذبحو. صافي هادشي كنصيدو. باش كتنصح الشباب يعني في قرانك؟ يحافظوا على الهوايه وما يخليوها تضيع.